السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبد الغني من جديد معكم، وإحنا دائما عبر سلسلة دونكاست، لأن الآن ولات سلسلة. رحنا وصلنا للحلقة الخامسة، واليوم إن شاء الله في هذه الحلقة ما غاديش نتكلم لكم على دونكاست بالضبط، ولكن غنتكلم لكم على البودكاست بصفة عامة. فهيا بنا كيفاش غادي نديرو هاد القضية. غادي نعطيكم بعد البودكاست اللي هما أنا كنتبعهم واللي هما كي يعجبوني. فإذا غادي نمشي ولا سيكسيون دون كاست وغادي نشوفو لي زابونمون اللي هما عندي. يعني ممكن أنهم غاديش يعجبوكم كلكم، ولكن غادي يعطيكم يعني شيء باش تبتديو الا كنتو ما عندكمش يعني علاقه بالبودكاست. الا كنتو كتبغيو الجزيره كما وريتكم يعني في الحلقه كنظن الثانيه على ما اظن، تكتبوا الجزيره وغادي يبان لكم جميع البرامج ديال الجزيره مثلا، ويمكن لكم تبودكاستيوهم الا كنتو كتبغيو نفس يعني بحال هاد البرامج. يعني كنتو كتبغيو التقنيه مثلا باللغه الفرنسيه، يمكن لكم كنت تمشيو الاد. احنا نمشيو لها الان. غادي نرجعو نختارو فرنسا في ريجون، لان كنا اخترنا اسبانيا قبيله. فرنسا فوالا. لان دابا غادي نمشيو الاد. مشيو للتكنولوجي وغادي يبانو لنا جميع لي بودكاست اللي كيتعلقو بالتكنولوجي. شوز ا سافوار نوفو موند ستاتوس 01 نت تي في هاشتاغ ستاتوس نوفو موند ستاتوس نوفو موند مثلا نوفو موند بودكاست جيروم بولومبان سانتر 0 جيروم فيلو ابيزود بوتون فيلو ابيزود استومبي ابيزود كي داير جيروم بولون نوفو موند نوفو جيروم لاباردون ابيزود ديتي لاباردونابل نيجليجانس دو لاو ستاتوس اودي لاباردون افيرتيسمون داونلود مارك ستريم نود. هذه هي الميسيون ديال فرانس انفو بودكاست جيروم بولون. 3 دقائق ولا 2 دقائق فرانس انفو 500 millions de comptes, c'est effectivement énorme. C'est pire que tout ce qu'on a pu voir par le passé. C'est plus que le piratage du PlayStation Network de Sony en 2011. 77 millions de comptes piratés. C'est plus que LinkedIn en 2012. 100. Ok. Enfin, il y a l'embarras du choix. Comme on dit. Ma'alaikum. Il y a l'ikhtiyar. Il y a une technologie. Comme on dit. Il y a une éducation. Il y a un art. Il y a une... ديال الأشياء سوسيتي اي كولتور. يعني تختاروا الدولة اللي بغيتوا تشوفوا لي بودكاست ديالها وتختاروا لا كاتيجوري، ولا ما بغيتوش تختاروا لا كاتيجوري تمشيو لآل بودكاست، وتما غادي تشوفوا يعني جميع لي بودكاست اللي هما يستمعوا إليهم في يعني دولهم المختصة بهم. فالمهم غادي نشوفوا لي بودكاست اللي انا مسجل فيهم. المشكلة اننا عندي بزاف ديال البودكاست ديال الانجلي، لان كنحاول نسمع الانجلي بزاف ديال البودكاست ما غاديش يعجبكم. بلايندابيليتي هذه هذا بودكاست باللغه الانجليزيه كيتكلم على المكفوفين، ولكن بودكاست جميل رائع في يعني في الانشاء ديالو في المونتاج ديالو في بزاف ديال الاشياء، وكيتكلم على بعض المرات التقنيات الجديده. كيتكلم على واحد النظارات صنعهم هندي، وقيلا واحد النظارات كنصنعهم امريكي. تكلم على واحد المكفوف اللي يعني دار وقيلا دار ان كورس ان فواتور، هو مكفوف مثلا. يعني بزاف ديال الاشياء بحال هكذا. اللي بغى اللي كيفهم الانجلي واللي بغى يتعلم الانجلي فممكن انه يسمع لهذا البودكاست ديلي تك نيوز شو. هذا باغي بلونجلي وفيه التقنيه كل نهار، فيه 40 دقيقه ديال كل ما هو جديد وحديث في التقنيه. دوكاج ميل هذا ديال ار ام سي و 01 نت تي في، يعني مره في الاسبوع على التقنيه. دو غرام مودر هذا بالفرنسيه يعني حوار. هذا ماشي يعني حوار سياسي، ولكن شنو هو اللي مزيان في هذا البرنامج انه ماشي حوار سياسي مع السياسيين، لا مع اساتذه، مع يعني دي بسيكولوج دي ميدسان دي ساينتيفيك، يعني بلوس انتليكتويل. Global News podcast 2 يعني ديال البي بي سي وورلد سيرفيس، كل نهار كيعطيو الاخبار يعني باللغه الانجليزيه. لانستون ام باللغه الفرنسيه، يعني على كل يوم كيعطيو استجواب ديال شي جورناليست ولا اذاعه تلفزيونيه ولا اي جريده، يعني كل ما يتعلق بالجديد فيما يخص يعني لي ميديا.
la mécanique médiatique, un appelier, le téléphone sonne, un appelier, les armes English, ligne vert, Lux English, on refait le Mac, audio, un appelier, on refait le Mac, ça là, يعني تقنية كتكلم على كل ما يتعلق بأبل. Radio Lab, un appelier, Stuff you should know, un appelier. المهم ما غاديش نطول عليكم في هذه الأشياء. أنا إن شاء الله غادي نصيفط لكم مع الحلقة الأخيرة غادي نصيفط لكم للأو بي إم إل إن شاء الله بحول الله نصيفط لكم الأو بي إم إل وديروا الأو بي إم إل وإن شاء الله بحول الله يمكن البودكاست يعجبكم اللي ما عجبكمش تحذفوه غادي نوريكم طريقة الحذف ولا كنت وخا كنت وريتها لكم معليش أي بودكاست بغيتو ديروا تحذفوه مثلا غادي نبغي نحدد الاتجاه المعاكس اللي زدنا قبيله صوتي لا تجاه المعاكس ديليت ديليت افيرتيسمون ار يو سور يو اب تو ديليت اند سبسكرايب فروم ذا بودكاست هل تريد فعلا يعني حذف اوكي نضغط على ديليت بودكاست ريفرشي دون ولا بودكاست مشى نو ابيزود اس بي بلاي اد تو اي سون ستيو يعني هنا البودكاست ما بقاش الاتجاه المعاكس فبالتالي حذف اي بودكاست سهل الان كيفاش غادي نمشيو للاو بي ام اللي غنصيفط لكم كيفاش غادي تديفو لهاد لابليكاسيون بودكاست هنا غادي نمشيو دونكاست سيليكتور دا كودوز دروب بوكس فيتور فات دروب بوكس دونكاست سيليكت دروب بوكس اكتيفي دروب بوكس با دروب بوكس سمارت واز سي اف اي فيشيه انجلي 2/5 ابيكا فين داير انا هاد دونكاست او بي ام ال كما كتشوفوا فيه شي صغير فيه 51 كيلو اوكتي غنضغط عليه سيليكسيوني بوتون دو روتور حتى ما كيهمكمش يعني الان لان انا من دروب بوكس كنصيفطو لدونكاست باش نتوما تشوفوا يعني ملي غتدخلوا كيفاش غتحلوه في دونكاست وكيفاش غديروه مني بلو داكسيون ندير مني بلو داكسيون اكسبورتي بوتون اكسبورتي اوتلين انولي اوتر اوفرير دون اوفرير دون سيليكسيوني هنا كيبان لنا الحاجه المهمه وغادي نختاروا هنايا فاش نصيفطوا كوبي دون فويس دريم اجوتي ا نوت غنختاروا دونكاست كوبي دون زي كاتشي امبورتي افيك دونكاست كوبي دون امبورتي افيك دونكاست امبورتي افيك دونكاست نكليكي عليه سيليكسيوني دونكاست بودكاست دونكاست بودكاست ريفريشي دون اوراغو ايدي بودكاست وهنا صافي معنا ما نديرو البودكاست يعني قامت الاضافه ديالو بلاي ليست اونلاي يعني بدون ما ندير اي شيء ما حد نكليكي عليه هو كيدير يعني الاكتواليزاسيون اوتوماتيكمون بلا ما ندير لا اوكي ولا حتى شي حاجه يعني doncast.opml نختار دونكاست باش نحلو ومن ثم صافي ما بقى لي ما ندير الا لي ريغلاج اللي وريتكم قبيله يعني ديال انشاء بلاي ليست ويعني بودكاست بالبودكاست شنو بغينا نديرو ويعني يعني اللي بغيناه يقوم التحميل اللي بغيناه يبقى هكا يعني كل هاد الاشياء ونذكركم ما تنساوش اول مره ملي تحلو دونكاست تمشيو للمور سيتينغز وتختاروا يعني دونلود وغديروا ستريم فهمتيني نشوفوها باش نعقلوا عليها واش تحصلوا عليها نتوما ما تنساوش هنا كيدير كيدير لا ريفريشيسمون داكشي علاش كتسمعوا ريفريشينغ لتحت كتعرفوا فين راه واصل فاذا منين تحلوا اول فترة واول مرة يعني دونكاست قبل ما تامبورتيو هذا الاو بي ام ال ستارت اب سيون تي ريموت ميديا سكيب نمشيو نعمل سي دي سيتينغ بودكاست بلاي اوتوماتيك واي فاي اون شادو ليد ات لوكاسيون نيو ايبيزود مارك لي فورس نيو ايبيزود اكسيون غتسمعوا هاد نيو هادي سينون تيت يعني كاركتير باش توصلوا ليها بسرعه سيتينغ ان تيت انتروفابل اوتوماتيك فيد ريفريشينغ ان تيت نيو ايبيزود اكسيون ان تيت نيو ايبيزود اكسيون سي لا دوزيام ان تيت دوزيام تيتر هنا غتصبليو على اليمين مارك لي نيو فورس ريام غتسمعوا نتوما غتسمعوا دونلود الي اول نيو شي حاجه بحال هكا نتوما غتضغطوا على عليها وغتختاروا نيو ويب مارك لي نيو فورس ريام بوتون اول نيو فور ستريمينغ وعاد باش من بعد يمكن لكم تختاروا لي البودكاست اللي بغيتو فالمهم كنتمنى ان هاد لا سيري ما تكونش تقلت عليكم وتكون عجبتكم وكنتمنى لكم وقت ممتعة مع برنامج دونكاست وكما العادة المشطة ما تنسوهاش وكونوا ديما ناشطين وكما كيقول طريق رمضان جيتا سو كو فو زيمي كو فو لي زيمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.